ان ياسر ابراهيم، الاول انا عايز اطمن عليك وعايز اطمن كل جمهور النادي الاهلي بعيدا بقى عن النتيجه، الاول عايز اطمن عليك الامور معاك ايه وحسيت بيه وطلعت لياسر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول ببارك لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه الرجاله اللي كانت على قد المسؤوليه النهارده. الحمد لله ربنا وفقنا وطلعنا النهارده بالكاس الحمد لله، ودي ما تكونش الاخيره لنا ان شاء الله. هو اللي حصل النهارده بس انا جالي كرامب، بقالي كتير قوي ما بلعبش، بتمرن كويس وكل حاجه، بس الحمد لله يعني اول ما حسيت تقل جامد وما قدرتش خلاص شاورت لهم وغيرت. هو رجاله النادي الاهلي الحمد لله رجاله، والموجود بيسد يعني ايا كان البوزيشن بتاعه ده هو ولا لا، الموجود بيسد، كلهم لعيبه رجاله وكانوا على قد المسؤوليه طبعا، وببارك لهم كلهم. انا يمكن من كلامي مع كابتن اسلام على طول بقول الحماس والجديه اللي بنشوفها في التدريبات امر يمكن بيزيدنا ثقه وبيخلينا عندنا ثقه في كل المباريات وليس في بطوله السوبر. في جديه كبيره جدا وفي حماس وعارفين قيمه النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، يعني عايزك تنقل للجمهور وتنقل للناس كلها قد ايه الناس بتجتهد وبتتعب في التمرين عشان كده ربنا بيكرمنا وبنحقق بطوله زي كده يا كابتن. طبعا طبعا، هو بص التوفيق ما بيحلفش الا اصحابه، يعني احنا طبعا في التمرين زي الماتش بالظبط بناخده بجديه ويمكن اكتر كمان، عشان كده ربنا ما بيضيعش مجهودنا يعني. فالحمد لله ان ربنا قدر يطلعنا النهارده بالكاس وبالروح ديت، اللعيبه كلها كانت قلبها على قلب بعض، ربنا ما ضيعش مجهودنا ما ضيعش تعبنا. فالحمد لله ده ماتش خلاص وبطوله خدناها الحمد لله، ومبروك للنادي الاهلي كله، ونركز بقى نقفل ونقفل الصفحه ديت ونركز في اللي جاي ان شاء الله. في الدوري عندنا ماتش مع سموحه كمان يومين، فربنا يكرمنا كده باذن الله تبقى بدايه كويسه لنا باذن الله في الدوري. الجمهور وتاثيره واداءه، وحابب تقول له ايه سريعا يا كابتن ياسر بالنسبه لجمهور النادي الاهلي على التابلو المشرف والمميز جدا النهارده؟ طبعا جمهور النادي الاهلي دوت صاحب الفضل بعد ربنا، كلهم معانا في كل حته بنروحها بيبقوا ورانا على طول، فدي حاجه نهداها لهم كده، دي حاجه بسيطه باذن الله، وقبل باقي البطولات ان شاء الله. الله يبارك فيك. مستمرين معاك يا كابتن.